عسلامة. عسلامة مرحبا. لاباس؟ لاباس. عايشك؟ عايشك. عايشك. قد من نروح؟ محمد نافع من العاصمة. مرحبا. نحكي اليوم على تقاسم الأدوار بين الزوجين. مهم برشا أنه الزوجين يتقاسموا الأدوار؟ نعم. معناها وقت اللي كنت أنا نخدم ومرتي تخدم في الماترنيتي في التوليد، معناها اللي يخلط قبل اللي طيب الفطور، فهمني؟ ولكن هي تعب نعاونها في كل شيء، فهمني؟ نقوم معناها أصل محترمة، أصل محترمة كأمي. أمي توفيت قاعدة مرتي، مرتي نحترمها ونحطها فوق الراس، فهمني؟ إنه مرتك عندها فضل كبير عليك؟ هي عندها فضل وأنا عندي فضل، هذا الزوج متساوي. ليش عندها فضل عليك؟ أنا نقوم زادة بساعات بشؤون المنزلية، كي تبدأ هي تعبة، كي تبدأ هي مريضة. قبل وتوا زادة؟ التوا، ما زلت في التوا، وما زلت نشهد بها بيا بنت سعيد، فهمني؟ بيا بنت سعيد مرتي، ما زلت نشهد بها كزوجة وأحسن امرأة في تونس. لا تغير الزبانة ما تغيرهاش، معناها من أحسن مخذيت بنت العاصمة، بنت باب السويقة زادة هي، فهمني؟ تحب تقول لها؟ نقول لها بارك الله فيك وفضلك ديما على راسي باللي نخدمك راك معناها كأمي وكأختي، فهمني؟ الحنة اللي مشى مع أمي الله يرحمها معناها راضي عليا لقيته عندها هي، فهمني بنتي؟ اختيار الشريك حاجة مهمة. شنو هو الشريك؟ اختيار الشريك المناسب، شريك حياتك. اي معناها برشا ناس يقول لك المخدة ما ترقدش اثنين، كيف كيف هاي المخدة رقدت الاثنين كيف كيف، هذاك الكل حكاية فارغة، فهمني؟ والإنسان كما يحترم أمه يحترم مرته، فهمني؟ ترى أنه فما رجال ما يحترموش المرأة؟ ما العلم الله على حسب ما نعلم، معناها توا معناها على حسب ما قاعد نسمع التعليق وكذا نسمع فيه حكاية فارغة، يلزم يكون التفاهم ويلزم ما يتشتوش صغارهم، يلزم البو والأم تحت سقف واحد. انت علاقتك بمرتك كيف من اول نهار كيما توا؟ كيما توا والله، كيما توا، واقسم بالله العظيم، معناها حتى نسبي كان يتفرجوا فيا ولا يسمعوا فيا، كيما توا كيما قبل توا، معناها تبارك الله عندي قريب 23 سنه معاها، فهمني وبالعكس نحافظ عليها هي اكثر مني انا، انا ما نخممش في روحي، نخمم فيها هي، يوجعها راسها نتقلق، يوجعها راسها، أنا مرتي نتقلق أكثرش من هيك، يوجعها راسها أنت نتقلق، فهمني؟ يعني ما تتصورش حياتك بلاش بها؟ ما نتصورش، لا قدر الله توفيت هي أنت أمري. بعد عمر طويل؟ بعد عمر طويل معناها ستان بالكاو، على خاطر برشا رجال ما يعرفوش قيمة النساء. المرأة تعتبرها أمك، تعتبرها أختك، تعتبرها بنت أختك، فهمني تعتبرها بنت أختك، تعتبرها بنت أخوك، فهمني؟ المرأة ديما في وجه العائلة، والعائلة متاعي الكل يموت عليها، من عمتي الله يفضلها معناها عمرها تقريبا 83 سنة التو تموت على مرتي. كيفاش اخترتها انت؟ اخترتها امي. الجنة تحت اقدام الامهات، يرحم والديك، يرحم والديك، الجنة تحت الاقدام الامهات. اخترتها لك امك؟ امي. يعني ماخذة تقليدية، زواج تقليدي؟ تقليدي، هي سببها امي وقتها رقدت في الماترنيتي، معناها عندها وجاع في كرشها، معناها ما نعرفش شنو، فهمني؟ وتكملت عملت بها مدام بيا معناها مرتي انا، فهمني؟ قالت لي يا محمد باش نشوف لك المراه هذه، والحمد لله لنهار مشات غضبانه 23 سنه
لنهار مشات خذ بينها ضربوها هذا ساكا هذا ساكا ولا لا ثم حتى مشكل التو المشاكل اللي راهم يصيروا بين الازواج لا ماشي شنو مشاكل اي كوب اللي تصير بيناتهم مشاكل سمعني سمعني عند الراجل عند الراجل عند الراجل العاقل ما تصيرش مشاكل ما بين المراه بالكل عرفت علاش هو عليه هو عليه البرة من الدار هي عليها داخل من الدار كان مرضى تقوم به الراجل هذا شنو نفهم كريتها نعم كريتها مش كريتها وقت اللي مشيت اختبت قريت الفاتحة طول قريت الفاتحة طول ايه برضاية الوالدين برضاية بوها عم عزوز الله يرحمه بن سعيد وبرضاية أمي علي الكابي معناها أنا أصل أصيل راني ولد حلال كما أنت قبلت أني أمك تختار لك شريك حياتك تقبل أنك تختار شريك حياة ولدك ولا بنتك لا الوقت هذا لا الوقت هذا لا الوقت هذا ما ندخلش فيها مش كيف كيف مش كيف كيف الوقت هذا ما يعجبنيش بالكل ولكن جاءوا يأخذوا بأمور تقليدية فهمني راهو الشعب الكل لبس عليه انت معناه الزواج التقليدي هو الحل هو الحل معناه تجي تعرفها في قهوه تعرفها في بار في الاخر بالكل وقت اللي معناه تجي لدارهم وتقول له معناه يا فلان قل له انا ما عرفتكش بدارهم عرفتك في الشارع فهمت منتي معناه هذا هو الحل الوحيد الزواج التقليدي هو الحل الوحيد وفي امور العشرة الطيبة العشرة الطيبة وحدها بصراحة هو عمري معناها توا داخل في سنين معناها 72 داخل 73 سنة فهمني معناها متني أعمل كرش والحمد لله الفايدة في الكرش لا لا متني اللي يعمل كرش متني مش بيت اللي عنده الكرش يعني متني متني مش مسألة واحد هكا ولا قال لك صحيح صح تنصح انت الشباب اليوم مقبلين على الزواج ننصح الشباب على الزواج ننصحهم لله في سبيل الله ماذا بيك بتشوف واحدة ولا كذا أمك تختار لك ما تتيحش لازم الأم هي تختار لازم الأم هي تختار باش ما يتيحش الإنسان في الفخ باش أم هي تختاروا لكن من بعد طلع زواج فاشل أنا وهم هم وزارهم مش بضرورة يكون اختيار الأم صائب راه لا أنا صائب أنا صائب في وقتنا في وقت وحتى في وقتنا حتى الأم عندها دور عندها دور معناها توجه ولدها فهمني حتى كان يبدأ هو غالط ولا المرأة غالطة لازم تجي مع المرأة باش نخلي لك كلمة الختام مرتك باش تشوفك شنو تحب تقول مرتي نقول لها يا بيا نحبك نموت عليك وان شاء الله انا نموت قبلها بعد عمر طويل لا العمر طويل العمر قصير معناها ما تعرفش الساعة راهي بيا هي روحي ونشكر جزيل الشكر جزيل الشكر سي بدر الدين الشهودي نسيبي الكبير نحطه فوق راسي